حكمت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء بأن السياسات الضريبية التي قدمتها الحكومة الأيرلندية لشركة أبل الأمريكية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي. ووفقا لذلك فيكون على الحكومة الأيرلندية أن تجمع 13 مليار يورو من شركة أبل كضرائب مالية متأخرة. قررت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء بأن اثنتين من السياسات الضريبية التي قدمتها الحكومة الأيرلندية لشركة أبل تنتهكا قانون الاتحاد الأوروبي، حيث منحت الحكومة الأيرلندية امتيازات ضريبية لأبل. هذا وردت الحكومة الأيرلندية بأن سياساتها الضريبية لم تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي، في حين قالت شركة أبل إنها ستستأنف على القرار. في اليوم ذاته قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن قرار الاتحاد الأوروبي سيضعف الحماس الاستثماري للمستثمرين الأجانب ويقوض الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتعتقد وسائل الإعلام الأمريكية بأن قرار الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفاقم التوترات بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأمريكية، إذ أن الجانب الأمريكي يعتقد بأن قرار المفوضية الأوروبية الذي سيفيد دافعي الضرائب الأوروبيين سيضر بمصالح دافعي الضرائب الأمريكيين، لأنه يتيح للشركات متعددة الجنسيات بما فيها شركة أبل تقديم طلب لخفض الضرائب في الولايات المتحدة باستخدام شهادة الضرائب الأجنبية وفقا لقانون الضرائب الأمريكي. جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقات مماثلة بشأن شركات أمريكية أخرى بما فيها أمازون وماكدونالدز، ومن المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التسابق حول هذه القضية.